حذرتهم خطيرة أو بيلعب بالساحة بالساحة خطيرة 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 والهدف الرابع رابع أهداف المباراة لمصلحة شبيبة القبائل وبالتالي يرسم فوزه بالرباعية تسديدة قوية من طيب ولكن سهلة بين أحضان حارس مجادل واللحظة مشاهدين الكرام حكم المباراة السيد مزياني يعلن عن نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز شبيبة القبائل بأربع أهداف مقابل صفر يرسم بها فوزه الثالث هذا الموسم و12 نقطة في رصيده